الخشوع في الصلاة هو لبها، وقد قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو سكون الجوارح ولين القلب، سكون الجوارح ولين القلب مع حضوره. أن تسكن الجوارح فلا يتحرك الإنسان بجوارحه من غير حاجة، فمما ينافي الخشوع أن الإنسان يتحرك يرفع يده على رأسه ويخفض يده من غير حاجة. ولين القلب أن يكون القلب لينا رقيقا مع حضوره، فيكون حاضرا. وهذا من أسف مع أهمية الخشوع، إلا أن لأسف شديد لا نكاد نخشع في صلواتنا. الواحد منا لا تطيب له الأفكار والخيالات إلا إذا دخل في الصلاة، بمجرد ما يقول الله أكبر يطير في الخيال، ينسى أنه يصلي حتى لو كان منفردا، حتى إذا جاء وقت السلام سلم فتذكر أنه يصلي. وهذا وإن كان لا يبطل الصلاة على الصحيح، لكنه يذهب بأكثر أجرها. ولذلك ينبغي أن نتعاهد الخشوع، فإن المصلي قد يصلي فينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته والعياذ بالله، فلا يخرج من أجر الصلاة إلا بالعشر، وأما التسعة أعشار فكلها ذهبت عليه بسبب عدم خشوعه في الصلاة. والمشروع للمسلم أن يتخذ الأسباب التي تعينه على الخشوع وعلى إحضار قلبه بأن يجتنب كل ما يلهي. يعني بعض أخواتنا المؤمنات تصلي في البيت فتصلي أمام المرآة وترى نفسها في المرآة فتنشغل بالمرآة، وقد يأتيها الشيطان ويشغلها، وهنا فيه نقطة سوداء، هنا حصل كذا، وتنشغل عن صلاتها. وقد تصلي يعني أمام يعني أماكن فيها نقوش أو نحو ذلك. كل هذا ينبغي على الإنسان أن يجتنبه. كذلك إذا كان هناك شيء في خاطره يشغله فإنه ينبغي أن يتخلص منه. يعني بعض الناس يكون عنده شيء يشغله، مثلا امرأة تريد أن تتصل بأمها لأمر، خطر في بالها قبل الصلاة أن تتصل بأمها لأمر، فتقول لا أصلي ثم أتصل، فإذا دخلت في صلاتها طوال صلاتها وهي تحاور أمها ماذا ستقول لأمها وماذا كذا وماذا كذا، فتنشغل في صلاتها. المشروع هنا أن تتصل أولا ثم تصلي. فهذه قاعدة عامة، ضابط عام. إذا كان الإنسان جائعا يريد أن يأكل وكانت نفسه تطلب الأكل، فإن المشروع أن يأكل أولا ثم يصلي، ولا سيما إذا وضع الطعام وكانت نفسه تتوق إليه، فإنه يبدأ بالطعام حتى لا ينشغل بالطعام في أثناء صلاته. كذلك إذا كان الإنسان يرى أنه يحتاج أن يقضي حاجته وأن يدخل الحمام، فإنه إذا كان ذلك خفيفا لا يشغله فلا بأس أن يصلي. أما إذا كان ثقيلا، أعني المدافعة شديدة، فإنه لا يجوز له أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان، بل يريح نفسه ثم يصلي. كل هذا المقصود منه أن يحافظ الإنسان على خشوعه.